ممكن نقراه في الجرايد، في الكتب أو المجلات، لكن لما تبقى كلمة ونص بيتقالها شكل تاني. كلمة ونص يومياً على الشرق الأوسط مع الدكتور عمرو الليسي. أعزائي المستمعين، يومكم سعيد، ومعاكم عمرو الليسي وكلمة ونص، ورمضان كريم علينا جميعاً يا رب آمين. القاهرة يا جماعة اشتهرت بالكثرة عدد مأزنها، وكانت تعرف بمدينة الألف مأزنة. المدنة أو المأزنة هي المنارة، ظهرت في عهد الأمويين، وفي العصر العباسي أصبحت المأزن مدورة، وظهرت أشكال جديدة زي المأزنة الملوية في سمراء، وبنيت بعض المأزن من طبقات عديدة، كل طبقة منها بتختلف في تصميمها عن الطبقات الأخرى. وأشهر أمثلتها مأزنة مسجد ابن طولون اللي انتوا عارفينه هنا في القاهرة. ركاب ركاب من ثلاث طبقات، أولها هي القاعدة مربعة، والتانية أسطوانية، والثالثة ذات ثمانية أضلاع. وفي العصر الفاطمي كانت المأزن عالية ورفيعة، وتنتهي بقبة صلبة مثل مأزنة جامع الأزهر في القاهرة. في العهد المملوكي كانت المأزن عالية على شرفات زي جامع السلطان حسن. وفي الدولة العثمانية المأزن كانت عالية وذات قلم الرصاص. وفي المغرب العربي والشام ومصر كانت المدنة من الحجر، وفي العراق كانت من الطوابق ومشتقات الطين. المسجد النبوي الشريف في أكبر عدد من المأزن 10، والمسجد الحرام 9، والمسجد الأزرق في إسطنبول 6 مأزن. أطول مدنة في العالم في مسجد الحسن الثاني في المغرب، عارفين قد إيه؟ 210 متر. ثم بعد كده مأزنة مسجد الفتح بالقاهرة 130 متر. ومأزن بقى التوسعة الثانية في المسجد النبوي الشريف وصلت ل 105 متر. ومأزن المسجد الحرام في مكة المكرمة 92 متر. والمأزن ممكن تكون صغيرة أو عالية، نحيلة أو ضخمة، مربعة أو دائرية، ثمانية أو لولبية من الطوب أو الحجر، لكنها فضلت رمز مهم من رموز الحياة الإسلامية والثقافة الإسلامية. كان معكم عمرو الليسي وكلمة ونص، ورمضان كريم. وبكرة كلمة ونص كتبها أكرم القصاص، أخرجها تامر حسني.